نروح نحتفل مع واحد من نجوم النادي الاهلي المؤثرين جدا واللي ساهموا بشكل كبير قوي قوي في فوز النادي الاهلي وبطوله الدوري هذا الموسم وفي مختلف البطولات على فكره يعني خلال الفتره اللي فاتت. نجم نجوم النادي الاهلي كابتن سعد سمير. يا سعد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك امير ومنور ومساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا سعد، عايز ابارك لك طبعا في البدايه، بطوله غاليه جدا، بطوله مهمه، انتوا تعبتوا كتير واستحملتوا كتير زي جمهور النادي الاهلي على مدار الموسم ده بمختلف كواليسه، البطوله دي بالتحديد انت كسبت بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي وبطولات دوري كمان كتير جدا مع النادي الاهلي، هل البطوله دي يا سعد بالنسبه لك اغلى بطوله وازاي شايف كواليس الموسم بشكل كامل؟ والله امير الحمد لله يعني بطوله مهمه بالنسبه لنا طبعا، بطوله يعني مدتها وطولها على مدار سنه كامله يعني جاي صعوبتها من كده وجاي ان هي مرينا باصابات مرينا بظروف صعبه تخص الفريق على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني والتكتلات اللي كانت ضد النادي وكل الظروف اللي كانت يعني بتواجه النادي بشكل عام. يمكن السنه دي كان في انا بقول كان في ملحمه كبيره بين النادي الاهلي وبين مجلس اداره النادي الاهلي وبين جمهوره وبين لعيبته. كويس. لان في الظروف الصعبه اللي حصلت انا شايف ان الناس دي كلها اتجمعت مع بعض، العناصر دي كلها اتجمعت مع بعض سواء جمهور النادي الاهلي العظيم والرئيسي واللي سبب في الفوز بالبطولات لان هو اللي بيديك الدافع، هو اللي بيحسسك بالامان، هو اللي بيحسسك على طول ان احنا في ظهرك. ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني واللعيبه كله اشتغل وكله اخلص ودايما الاخلاص والروح هي سر نجاح النادي الاهلي. ممكن ما نكونش احنا احسن فرقه بتلعب كوره، ممكن ما نكونش في اوقات احنا احسن فرقه بنقدم كوره ممتعه، لكن ممكن تلاقينا احنا احسن فرقه رجاله، احسن فرقه عندها روح، احسن فرقه عندها قلب، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي على مدار تاريخ. الروح هي الاساس، بعد كده الفنيات بتيجي. شفت امبارح اللعيبه في الملعب يعني بخصوصا حسين الشحات شفت اداؤه وشفت فعلا لما اللعيب بيلعب مرتاح واللعيب بيلعب من غير ضغوط وبيلعب بقلب وبيلعب بروح يبان معدنه وكل زمايلي طبعا. بس انت في حاجات كده مواقف معينه لما انت بتخرج منها وبتخرج منها بشكل قوي ربنا بيديك البطوله، فالحمد لله على البطوله. زي ما انا قلت لك الناس تعبت السنه دي لكن انا ما بشوفهاش ان هي اغلى بطوله. ما بتشوفهاش اغلى بطوله؟ انا ما بشوفهاش اغلى بطوله. ليه بقى؟ لان احنا على المستوى الفني الدوري لو كنا خدناه من الاول بنفس قوه الدور الثاني كنا هنحسمه من بدري. ده سبب فني، انا بتكلم على السبب الفني، لو كنا ركزنا في الدوري في الدور الاول كنا هنحسمه بشكل كويس جدا من بدري زي السنين اللي فاتت. لكن على المستوى اللي حصل الناس مبسوطه جدا بيها وبتعتبرها بطوله غاليه، وطبعا اي بطوله بتخصنا بطوله غاليه، لكن في بطولات الحسم فيها كان اصعب من كده. لكن انا بقول لك عشان الظروف بالظبط الصعبه اللي مرت بالبطوله فمخليه حلاوه البطوله اللي هي ليها طعم مختلف. طيب سعد، انتوا ما بين بعض كلاعبين للنادي الاهلي وبعد البدايه غير الموافقه في بطوله الدوري زي ما انت بتقول، الكلام ما بينكم وبين بعض كان ايه؟ هل شكيتوا لحظه ان ممكن النادي الاهلي ما يفوزش بالبطوله السنه دي، ولا كنتوا بتحفزوا بعض، ولا الكلام كان ماشي ازاي عشان نوصل برضو لجمهور النادي الاهلي فكر لعيبه النادي الاهلي؟ بص يا امير، احنا كلعيبه عندنا نقطه يعني اتورثناها من على الاجيال اللي قبلنا. كويس. احنا بنثق ثقه تامه في جمهور النادي الاهلي. حلو. ما عندناش شك ان جمهور النادي الاهلي هيبقى في ظهرنا وهيبقى سند لينا وهيبقى دعم لينا على مدار التاريخ وعلى مدار المشوار اللي انت بتمشي، سواء بتكسب او بتخسر، سواء بتأدي كويس سواء بتأدي وحش، حتى في اسوء حالاتك وجمهورك بينتقدك وجمهورنا بيبقى عايزنا ان احنا نفوق وعايزنا ان احنا نأدي احسن اداء، احنا بنبقى حاسين بالامان، حتى في عز ما الجمهور بينتقدنا احنا بنبقى حاسين بالامان لان في ظهر ورانا. تعبير مهم قوي حاسين بالامان ده مع جمهور النادي الاهلي، ده شيء مهم ويدل على مدى اهميه النادي الاهلي في مساندته دايما للعيبه النادي الاهلي حتى لو في ظروف صعبه يا سعد، وابرز هذه الظروف طبعا خروج المؤسف من بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. طبعا، فانا بقول لك حتى في عز ما الجمهور بينتقدك انت انا ببقى شايف ان النقد ده عشان خاطر الفرقه، عشان خاطر النادي، عشان خاطر الناس عايزاك في احسن مستوى على طول. فمن هنا بتيجي نقطه ان احنا لازم على قد الثقه اللي احنا واثقين فيها بجمهورنا لازم جمهورنا يبقى واثق فينا، فاحنا لازم اللي تورثناه اللي بقول لك عليه احنا بنلعب لحد اخر دقيقه. احنا بنلعب لحد اخر نفس، لحد ما الحكم يصفر، لحد اخر ماتش في الدوري. واحنا واثقين في نفسنا جدا، والنادي الاهلي دايما على مدار تاريخه لو لعيبته عايزه تحقق حاجه جواها وايد واحده وروح واحده هتحققها، فهنا السر اللي انت بتشتغل عليه. احنا نشتغل ونسعى ونتعب الماتشات اللي بينا نكسبها كلها، ده اللي احنا كنا بنستنى فيه، نكسب اي ماتش بالنسبه لنا نكسبه
واحنا عارفين ان هيحصل ضربات في الدوري، واحنا الحمد لله برضو عامل الناس معانا، مجرد ما بنشد حيلنا وبنتفوق وبنمشي في طريقنا الصح المنافسين بيبتدوا نفسيا يقعوا مننا ويبتدوا نفسيا ما يكملوش معانا. فهو النادي الاهلي كده على مدار تاريخه، وده يحسب للعيبته ويحسب خصوصا للعيبه القدام اللي ليهم تاريخ انهم بقالهم فتره في النادي بالظبط، ويحسب للجهاز الفني طبعا والدور اللي بيقوم بالجهاز الفني، سواء الكابتن طلعت حفيظ، سواء الكابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الناس المصريين خصوصا لانهم عارفين تاريخ النادي مع مستر لاسارتي وجهازه طبعا. اكيد. طيب سعد، عايزين نطمن الناس على اصابتك، الامور ماشيه ازاي؟ هترجع امتى؟ تنتظم في التدريبات الجماعيه امتى ان شاء الله؟ الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. ان شاء الله موجود في القاهره بكره، وهو خلاص يعني هكمل بقى البرنامج المرحله الاخيره في البرنامج التاهيلي بتاعت مصر، وان شاء الله في خلال 3 اسابيع اكون موجود مع الفريق ان شاء الله. الفتره دي كانت صعبه عليك يا سعد، فتره الاصابه، وخصوصا ان هي جت في وقت صعب وحاسم، سواء في البطوله اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بطوله الدوري، وكمان بخصوص امكانيه انضمام لمنتخب مصر في هذا التوقيت، كان بيتم اختيار اللاعبين والعناصر اللي ممكن تمثل منتخب مصر بطوله الامم الافريقيه. حسيت ان دي اصعب فتره عليك؟ والله امير طبعا زي ما انت بتقول هي فتره صعبه وتوقيت سابق التوقيت صعب، بس انا كان اللي شغلني رقم واحد النادي الاهلي كويس، هو ده اللي كان شغلني بصراحه، لان كنا في منافسه قويه، وبعدين كنا في بطوله افريقيا والمفروض كنا هنلعب سان داونز وبدايه ادوار بقى اللي هتاهلنا الادوار النهائيه، فالاصابه طبعا ده في توقيت صعب والاصابه كمان كانت قويه لدرجه انا ما كنتش عارف ان الاصابه قويه كده، انا كنت عايز اقوم لما اتخبطت عايز اقوم والعب واكمل، قمت لقيت نفسي وقعت مش قادر ادفع رجلي. فطبعا اصعب حاجه على لعيب الكوره الاصابه اكيد، وانا من الناس اللي اصاباتي انا ما اتصبتش كتير، لكن الموسم ده بالنسبه لي كان معظمه اتصبت في معظمه، فكان موسم صعب بالنسبه لي شويه، وغير ان انت فيها اوقات بتتحامل وبتلعب على نفسك عشان خاطر برضو انت بتلعب في نادي كبير، وكل ماتش ليك في النادي الاهلي ده تاريخ، فبتبقى عايز تلعب ونفسك تلعب، ففيها اوقات بتدوس على نفسك وبتلعب وانت مصاب، وده بيبقى غلط. لكن الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على الاصابه ده قدر بتاع ربنا، نشتغل ونرجع اقوى من الاول، ونقدر ان شاء الله نبقى عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. يعني ان شاء الله ترجع افضل من الاول يا سعد، لكن برضو عايز اسالك على تريزيجيه، وانا عارف ان انت من اقرب المقربين لتريزيجيه، واللي بنبارك له اكيد على انضمامه لنادي كبير زي فريق استون فيلا في الدوري الانجليزي، وخطوه كبيره جدا انتقال من الدوري التركي للدوري الانجليزي، وخطوه كان مستنيها الجمهور المصري بشكل كامل لمحمود حسن تريزيجيه. رايك ايه في الخطوه دي بالنسبه لتريزيجيه يا سعد؟ طبعا تريزيجيه يعني انا ببارك له طبعا على الخطوه مهمه جدا. تريزيجيه انت عارف امير ان هو اخويا الصغير طبعا، تريزيجيه احنا عشنا مع بعض يعني بيت واحد 4 5 سنين كنا قاعدين مع بعض احنا في النادي الاهلي، وهو كان موجود في النادي. تريزيجيه في ميزه مش موجوده في اللعيبه كتير دلوقتي، ان تريزيجيه رقم واحد عنده تحمل مسؤوليه كبير جدا وعنده اصرار رهيب، واللي ما يعرفش تريزيجيه كويس اللي يعرف تريزيجيه كويس يعرف ان عنده اصرار رهيب وعايز يوصل لهدفه وعايز يحقق حاجه. هو صبر الفتره اللي فاتت استحمل كتير، وكان عنده طموحات عايز يحققها اتاجلت شويه، طبعا كل ربنا بيبقى كاتب لكل واحد طريقه وكاتب ميعاد معين هتحقق فيه اللي انت عايزه. صح. فالحمد لله احنا كنا بنفكر في طريق ثاني، طبعا انا بكره بفكر عشان احنا يوميا بنتكلم مع بعض. كنا بنفكر في طريق ثاني خالص واتجاهات ثانيه، وبعدين ظهرت انجلترا وظهرت الانديه في انجلترا. كان التفكير في ايه طيب يا سعد؟ كان في عروض من ايطاليا، كان في سامبادوريا، وكان في عروض من نادي ثاني في ايطاليا، وكان في عرض من اسبانيا، لكن احنا كنا مثلا بنقول تريزيجيه كان تفكيره ان هو عايز يطلع على اوروبا وعايز يطلع على نادي كويس، وكان شايف ان ايطاليا محطه كويسه. فلما طبعا ظهرت انجلترا وظهر تمسك المسؤولين في استون فيلا، في المدرب متمسك بيه جدا وطريقه لعبهم هتناسبه، وهو عارف مواصفات تريزيجيه كويس، فطبعا القرار كان محسوب، وبعدين الناس مريحاه جدا، ولما راح عمل الكشف الطبي وكل طلبات وافقوا عليها، فهم حاسين ان هم جايبين نجم جايبين لعيب هيفيدهم بالظبط. فطبعا ببارك له، وهو تريزيجيه استاهل كل خير، تريزيجيه تعب وشيء كتير جدا واستحمل كتير جدا، وفي الاخر ربنا كرمه، ويمكن هو كان مخطط يا امير ان هو كمان سنتين ثلاثه في تفكيره، لما بيتكلم هو كان يقول يعني سنتين ثلاثه هبقى في انجلترا، هبقى في اسبانيا، هبقى انا هاخد من تركيا هبقى في مكان كبير، ولان هو بيتمرن بشكل رهيب بيشتغل على نفسه كويس جدا، وانا متوقع، انا بقول لك متوقع سنتين ان شاء الله على الاقل، وهيبقى في اكبر انديه في انجلترا ان شاء الله باذن الله. اتمنى لتريزيجيه كل التوفيق يا سعد، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه، ترجع مصر وتنتظم في تدريبات النادي الاهلي بعد ما تخلص برنامجك، وان شاء الله تتالق كالعاده مع النادي الاهلي. بشكرك يا سعد، شكرا جزيلا.